أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1773 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وقال المصرف في بيان إن قيمة هذا الإصدار تبلغ 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً، تبدأ في 11 من سبتمبر 2019 وتنتهي في 11 من ديسمبر 2019، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.79%، وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليارات دينار بحريني. بحث رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبد الله ناس خلال لقائه بسعادة وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة رينتو مرسودي سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين. ودعا السيد سمير ناس الجانب الإندونيسي للحضور والمشاركة في المؤتمر 18 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، والذي سيعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من 11 وحتى 13 من نوفمبر القادم تحت شعار الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة، الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي، لافتا إلى أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية من الجانبين لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ 192 مليون دولار في العام المنصرم بنسبة زيادة وقدرها 59% عن العام 2017. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.7%، وأقفل عند مستوى 1542 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,390,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 379,000 دينار تم تنفيذها من خلال 66 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8058 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 1.69%، لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2879 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.12%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4011 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.13%. توقع رئيس برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية المهندس علي العسيري أن يصل معدل إنجاز التحول الرقمي التراكمي للجهات الحكومية إلى 80% في 2020 لتحقيق مجتمع رقمي حكومي متكامل، لافتا إلى أن الهدف ليس الذهاب إلى حكومة بلا أوراق، بل إلى تجربة رقمية كاملة يمكنها تلبية احتياجات المواطن والمقيم. وأوضح خلال ورشة عمل قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن 2019 بعنوان تفاعل أفضل بالرياض أنه تم استحداث عدد من المستجدات في قياس التحول الرقمي الحكومي الثامن من أجل تحول رقمي أفضل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن إنجازها رسمياً اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للاستثمار في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع صندوق الثروة السيادية المملوكة للحكومة السنغافورية.
وبموجب الاتفاقية يستثمر الصندوق 600 مليون دولار في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك. وبإنجاز هذه الاتفاقية ترتفع القيمة الإجمالية لاستثمارات كل من بلاك روك وكي كي آر وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي وصندوق الثروة السيادية السنغافوري في أصول محددة في البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك إلى 4.9 مليار دولار. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. مبيعات السيارات الكهربائية تتراجع في العالم خلال يوليو الماضي للمرة الأولى على الإطلاق. انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة في أكثر من 3 أعوام خلال الشهر الماضي مع انكماش الطلبيات الجديدة والإنتاج. وأعلن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي في بيان تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة ليسجل 49.1 نقطة في أغسطس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2016. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي سوف يسجل 51.2 نقطة في نفس الفترة. حقق الجنيه الاسترليني مكاسب في أعقاب تصويت برلماني من شأنه أن يفتح الباب أمام تأجيل آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين تراجع الدولار بعد أن أثارت بيانات تصنيع ضعيفة التكهنات بشأن إقدام الولايات المتحدة على تيسير قوي لسياستها النقدية. وساهم تراجع الدولار الأمريكي في ارتفاع الدولار الاسترالي، خاصة مع توافق النمو الاقتصادي للربع المنتهي في يونيو مع التوقعات، حتى وإن كان نموا طفيفا، لترتفع العملة الاسترالية 0.3%. وتبلغ أعلى مستوى لها في أسبوع عند 0.6775 دولار أمريكي. قالت كريستين لاغارد المرشحة لخلافة ماريو دراغي كرئيس للبنك المركزي الأوروبي أن على الدول الأعضاء في منطقة اليورو إنفاق المزيد على التدابير التي تساعد النمو الاقتصادي إذا استطاعت ذلك دون خرق قواعد الميزانية. وأضافت لاغارد أنه ليست ثمة مساحة كبيرة، ولكن ثمة مساحة يمكن استغلالها في مجال السياسة المالية لتعزيز الاقتصاد من خلال الإنفاق على أشياء مثل تغطية الإنترنت الفائق السرعة، وتلتزم الدول التي تنتمي إلى منطقة اليورو بقواعد المعاهدة التي يفترض أن تحد حجم العجز. لكن ألمانيا العضو الأكبر تدير فوائض في الميزانية في مواجهة طلب من صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية لمزيد من الإنفاق. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في العالم خلال يوليو الماضي للمرة الأولى على الإطلاق بعد أن خفضت الصين دعم شراء تلك السيارات. وخفضت الحكومة الصينية تمويل عمليات الشراء الفردية لمركبات الطاقة الجديدة ابتداء من 26 من يونيو الماضي لتشجيع شركات صناعة السيارات على التركيز على ابتكار المنتجات. وقالت مؤسسة سانفورد سي بيرنشتاين في تقرير لها إن المبيعات الشهرية في جميع أنحاء العالم تراجعت بنسبة 14% إلى حوالي 128 ألف سيارة كهربائية،